بسم الله الرحمن الرحيم. بيان رقم 19 صادر عن محامي حلب الأحرار. لما كان المحامين الأحرار في حلب هم جزء من هذا الشعب، وكانوا من أوائل المحركين الفاعلين للحراك الثوري في محافظة حلب، وحيث أن ثورتنا المباركة تشهد تحولاً نوعياً في خطها العام، كونها ثورة شعبية وانتفاضة سلمية، حيث اضطر شعبنا إلى سلوك منحى جديد للدفاع عن نفسه تحت ضغط آلة القتل والتدمير الممنهج والمتزايد بالطراد، الأمر الذي فرض واقعاً جديداً يستدعي تغييراً في طريقة أداء عملنا الثوري. ونظراً للمسؤولية القانونية والثورية الملقاة على عاتقنا الموازية للتحول الجذري في الحراك الثوري في محافظة حلب، فإننا نعلن عن تنظيم المكتب التنفيذي لمحامي حلب الأحرار المنبثق عن المكاتب التالية: 1. المكتب السياسي. 2. مكتب الحريات وحماية حقوق الإنسان. 3. المكتب القانوني. 4. المكتب الإغاثي. 5. المكتب المالي. 6. المكتب الإعلامي. 7. مكتب التمثيل والعلاقات الخارجية، ويتألف من عضوية الزملاء محمد عبد الله، أحمد رشيد، يوسف حوران. ونعلن عن تعيين زميلنا المحامي مثنى ناصر ناطقاً رسمياً باسم محامي حلب الأحرار، كما ندعو زملائنا المحامين في المحافظات الأخرى لسلوك خطى مماثلة لخدمة هذه الثورة المباركة. وعاشت سوريا حرة أبية. حلب 18/8/2012.